سكان ولاية حجر لميس هم كغيرهم من سكان مختلف ولايات البلاد احتفلوا بعيد الأضحى المبارك في صبيحة يوم أمس تحت أجواء ممطرة، إلا أن ذلك لم يهل من تأدية صلاة العيد. وفور وصول والي ولاية حجر لميس علي هارون، فقد عم المسلمين الشيخ مصطفى علي، وخلال خطبته المطولة تناول الإمام قصة أهمية عيد الأضحى المبارك، كما تطرق إلى الوضع الاقتصادي التي تمر به البلاد، داعيا المواطنين إلى عدم التلاعب بالممتلكات العامة للدولة، وكذا تعزيز روح المسامحة والتحلي بالوطنية. وعقب الانتهاء من صلاة العيد، قام أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع مدينة مسكوري بزيارة إلى مقر الوالي بهدف تقديم التهاني والتبريكات له ولرئيس الجمهورية، وأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار. المسلمون في مدينة مونغو حاضرة ولاية جيرا كغيرهم من المسلمين في باقي مدن وولايات البلاد أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث أما المصلين الإمام الشيخ آدم إبراهيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكالمعتاد بعد تأدية صلاة العيد خاطب الشيخ الإمام آدم إبراهيم المصلين مبينا لهم أهمية هذا اليوم في زيارة الأرحام والأقارب والأصدقاء والجيران، طالبا من المسلمين ضرورة الوحدة وحب الوطن والتكاتف فيما بينهم. وعقب صلاة العيد استقبل والي ولاية جيرا محمد علي حسب الله أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية جيرا، وكذا الإداريين والعسكريين وممثلي المنظمات غير الحكومية، حيث جميعهم قدموا التهاني والتبريكات بمناسبة هذا اليوم لوالي ولاية جيرا محمد علي حسب الله. كما استقل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع مونغو الشيخ آدم جرام الثانية ليعبر عن شكره للوالي عن حسن تعامله وتعاونه مع المجلس. والي ولاية جيرا محمد علي حسب الله سمن تلك الجهود التي يقوم بها رجال الدين في جلب الأمن والسلام والتعايش السلمي بالبلاد سيما في ولاية جيرا، مؤكدا بأن في الجمهورية الرابعة يتطلب من الجميع تنفيذ عمله بأكمل وجه ممكن، متمنيا عيدا سعيدا لجميع المسلمين بولاية جيرا. تجيء زيارة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع أم جرس حضرة ولاية أنيد الشرق إلى حاكم الولاية لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يتقدم الوفد ممثل المجلس الفرعي للشؤون الإسلامية محمد فضل درقي، والذي أكد أن مناسبة عيد الأضحى تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية والتي تمثل شعيرة كبيرة للمسلمين، وهو فرصة للتداول والتآخي والتفاكر في شؤون الوحدة، كما تحدث عن أهمية هذا اليوم في تجسيد روح التماسك بين أبناء الوطن الواحد، داعيا سكان الولاية إلى التحلي بروح الوطنية والاهتمام بالزراعة والمحافظة على البيئة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على البلاد الأمن والاستقرار. من جانبه حاكم ولاية أنيدي شرق تيغن أديبي بيردي فقد أثنى على الدور الذي يلعبه المجلس في الدعوة إلى التعايش السلمي والوحدة والتضامن، هذا وقد شجعهم على المواصلة في مسيرة الدعوة حتى يتم تحقيق الغرض المنشود. بعد أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المسلمين الذين احتشدوا بإحدى الساحات العامة بمدينة دوبا عاصمة ولاية لوغون الشرقي والتي أم فيها المصلين رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية لوغون الشرقية الشيخ آدم يوسف عيسى، تلقى حاكم الولاية أحمد طه محمد التهاني والتبريكات من قبل أعضاء المجلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يعد مناسبة للتلاقي والتفاكر وإسداء النصائح، كما يقول رئيس المجلس الفرعي للوغون الشيخ آدم يوسف عيسى بأن العيد مناسبة دينية كبيرة للمسلمين وهو سانحة للتآخي والتفاكر في شؤون الوحدة. أما حاكم ولاية لوغون الشرقية أحمد طه محمد فقد تحدث عن مزية هذا اليوم في تجسيد روح التآخي بين أبناء الوطن، حاثا سكان الولاية على الاهتمام بالبيئة والزراعة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، سائلا المولى عز وجل أن يعم البلاد بنعمة الأمن والاستقرار.